ديالنا غيبدا من هذه المحطه هذه دابا هذه المحطه الثانيه. غنمشي لواحد المدينه ان شاء الله، واحد المدينه بعيده شويه من بروكسل الى مدينه دينانت، جوج ساعات تقريبا ديال الطريق. المهم غنبداو من هنا، ولكن الرحله ديالنا غتكون مختلفه هذه المره بحال الرحلات اللي كنا كنديرو قبل. اللي ما كيعرفش القناه ديالنا، القناه ديالنا فيها السفر، المعلومات، المهم الاكتشاف. والمهم بقاو معنا ان شاء الله، غندوزو الرحله زوينه وغتكتشفوا معنا وغتستافدوا معنا وغتنشطوا معنا ان شاء الله. مرحبا بكم. الحمد لله لقد وصلنا بعد جوج ساعات ديال الطريق. ها انتوما كاين بزاف ديال الرحالات بحالي. جيت زعما نهار الاثنين حيت الويكند كيكون عامر بزاف، كتكون عامره بزاف هاد البلاصه في الويكند. جيت نهار الاثنين ولكن كنشوف كاين الرحاليستاس كاينين موجودين. غنكملوا الطريق ونكتشفوا ان شاء الله ما اكثر. انا دابا في السطر ديال ديلونت، هاد القنطره معروفه بزاف هنايا، هاد القنطره معروفه بزاف هنايا بهاد الكنيسه اللي ديجا مشينا ليها والقلعه، وكاينه هنايا الواد. شوفوا ما شاء الله على الطبيعة، شوفوا ما شاء الله، هذا هو الواد ديال دينونت. قال لي الصديق ديالي هذه أقدم مدينة في دينونت، هذه من أقدم البلايص. خويا أنوار، أنا نعرفكم على خويا أنوار مرة ثانية، الصديق ديالي وخويا تلاقيت معاه باش نمشيو في الرحلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا نتمشي. منو تكونوا بخير. المهم كما قال لكم عبيد، هذه المدينة اللي ولاتكم دابا أقدم مدينة اللي تبنات هنا في مدينة دينونت، وسميت لها دابا بوفين. ورانا رانا حدا لاموز، هذا الوادي اللي سميتو لاموز راه يهبط بزاف المدن في أوروبا، ما عندوش الحدود، يوصل حتى للبحر. أكبر من أكبر الويدان في أوروبا. ولكن علاش وقفت هنا وصورت؟ صورت على غفلة، صورتو على الطبيعة، شوفوا على الطبيعة تبارك الله وما شاء الله. هذا الكامبينغ، حتى حنا غنمشيو ان شاء الله لواحد الكامبينغ، ولكن هذا راه كاين حدا الطريق فيها الصداع فيه. حنا غنمشيو عند واحد البلاصه بعيده شويه، كاين في وسط الغابه، تما غندوزو ان شاء الله هاد يومين ان شاء الله. الحمد لله الطاكسي جات. هيا خويا انوار، هزينا الماتريال ديالنا ونشدو الطريق ان شاء الله. اللي شفتو كامل درناه في الطوموبيل هذا، عمرنا كل شيء، دابا غنشدو الطريق ان شاء الله. فوالا حنا وصلنا الكامبينغ ديالنا، من بعد نساريوه نكتشفوه كامل. صراحة نقي 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 بزاف. فوالا ها الحوايج ديالنا غنحطوهم كاملين هنايا.
درنا لابونت لابونت ديالي لابونت ديال الدراري وعندنا الضو الضو هنايا صراحة واحد البلاصة زوينة فيها الكار مسكات والواد حدانا هنايا ها هو المهم كاين الكار طوموبيل الكرافانات هنايا واعرين واعرين الصراحة عالم زوين لا لا يلا سير اخي عبد نشوفو شنو راه يلا على ربي برك قول لي حبس وين حبيت تم شكرا تفضل خويا شوف الورقه تاعك ميموريزي عقلها في راسك اوكي عقلو معايا يلا نشوفو صافي نعطيها لك تقدر ديرها في الوسط هاك تحب تخلط ولا تحب ما تخلط لك خلط نتاع احنا كنشوفو يلا سير صحيح مخلطة مليح؟ اه مخلطة أكثر من مليح شوف نشوف برك لي كارت أنت كي تشوف الورقة تاعك ما دير حتى ريأكسيون كي تشوف الورقة تاعك ما دير والو صافي صافي تشوفها بيان؟ وي خلطة هيك مخلطة مليح؟ لا أكثر من مليح كاع صافي نزيدو نخلطوها كلي أكثر من مليح تاع بصح صافي هكا 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 يلا شوف الكارطة كيفاش رايك هكا مخربقة كاين جهة طوق هكا كاين جهة طوق هكا فهمني كاين هكا دوك انا واش ندير جاست واحد اوب هكا الكارطة عاد يولو كيما كانوا في الاول ابا ورقة واحدة مقلوبة اللي هي الورقة تاعك لا لا بزاف ولا لا 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 بزاف هادي خويا صح ايماجين نبقاو مع الورقه تاعك شوف هذا الكوب راني نشوف الورقه اذا فيها بروبليم ما فيهاش بروبليم نورمال نورمال زعما باري زعما هنايا سير هكا راحت في الوسط انا واش نزيدو نشوفو الورقه اللي بعدها دي تراف سير اوكي حطها هنا اوك اوكي بالك هادي مليحة على بزاف هادي نحطوها هنا هاكا اللولة سير ونقص الكارت على زوج كان طرونش هنا وطرونش هنا الكارت تاعك وراه هنا ولا هنا نقول انا وزار هنا زين شوفوا الورقة تاعك شوف نكملوا معاه شوف لا لا شفتها نكملوا معاه نزيدو نديروها هنايا دوك انت بيدك تعاود دخلها تو دوس من سير ازي ديروها هنايا ما شافهاش ما شافهاش ثبت عينيك لا لا برافو صباح الخير عليكم هذا النهار التالي في الرحلة ديالنا يلا فقت من النعاس اسمعوا وشوفوا هنا هاد البلاصة اللي صبحنا عليها غير الصوت ديال الماء ديال الواد والصوت ديال الطيور صراحة البلاصة هادي سوية بزاف بدات كطيح الشتاء الصوت ديال الشتاء الخيمة ديالنا هي هادي هادي ديال الشتاء والخيمة ديالي درت ليها البشر هاهي هنايا البشر ديال الشتاء الناس كاملين باقيين عاسين يلا بداو كيفيقو واقيلا انا الاول اللي فقت هاد البلاصة كلشي ناعس الصوت ديال الشتاء والوداع وكيطيح فيه الشتاء واحد المنظر واعر السكات صوت ديال الطيور وديال الدجاج والبقر ليه الصراحة واحد الجو اللي واعر غنتمنظرو في هاد الشتاء هذا وهاد الجو هذا نستغلوها
المهم حاليا فطرنا كلينا والدراري مشاو عندهم الشغل، واحد مشى يخدم، واحد عنده الشغل، انوار عنده الشغل، المهم كاملين عندهم الشغل بجوج. وانا بقيت هنا غنستغل هاد السكات هذا وهاد البلاصه هذه، من بعد نمشيو نساريكم في هاد البلاصه هذه اللي زوينه بزاف. دابا راني هنا بوحدي، نخلي كلشي هنا ترونكيل، ما كاين لي حادي شي حاجه، ما كاين لي الصراحه. المهم كنحس بالامان هنايا بزاف والله العظيم. خليت كلشي تما، سديت غير السناسل ديال الخيمات وغنمشي ندوش. جبت الحوايج ديالي في الميكا، غنمشي ندوش نوريكم الطواليطات ديالهم كي دايرين. هادي غير الى بغيتي تقضي الغراض، هادي ديال الرجال تما ديال النساء. شوفوا لابابو كي دايرين، هذا لابابو ديالي الى بغيتي تغسل الوجه ديالك وكلشي. وهنا كاين طواليطات والدوش، كاين يا خرابي. هذا الدوش اللي بغيتي تدوش. فوالا دوشنا الحمد لله بالماء سخون. هاد الدوش هادي زوينة، هادي لابابو، هادو الدوش وطواليطات والحمد لله. والله الا دوشنا مخير مبردين. عرفتوا على واحد الجلسه درتها هنايا في هاد البلاصه هذه بوحدي. الاداره ديالهم اداره ديال الكامبينغ، عندهم ثلاجه هنا، شي واحد بغى يدير شي حاجه تبرد، الناس دايرين الحوايج ديالهم هنايا. عندك شي حاجه تبرد وما عندكش ثلاجه كتجي كديرها هنا. وهنا الاداره لداخل. اخشى كاع الخميه ونزامين ديال نكتشف من هنا. كاين هذا الغار، هذا راه كيتحدى، ولكن هذا راه تقدر مازال تدخل داخل، ولكن ما عندناش الضوء، ما عندناش الضوء. الغار كبير شوي شوي و نقد يصير انا هنا تشري عادي و نشوفكم تيجو فوس. شوفوا على الطبيعة كي دايرة تبارك الله ما شاء الله. الله يا صح، شوفوا قداش تبارك الله. ها كتحرض جدد و جينا لواحد البلاصه واعره الصراحه، والله الا واعره، غاديين في الماء بالحفاه. وهذا القصر الناس كيدوزوا منه هنا بالكاياك. غنقربوا شويه باش تشوفوا المنظر الصراحه. هذه البلاصه واعره، ها البطاط، ها البطاط عايشين هنايا. شوفوا على المنظر، شوف ها هنا عابد، ها
قلبوا المساكن طاح ليهم التليفون طاحوا ليهم كل شيء الحوايج. دوما لاكوغ هاذي تشات توا ما جفي اوزي موت الي اوبلا انا غاديين نشد عالبي دا صاحبي حيل عيني والو خويا خوش الشغل خويا يلا سابت سابت انا حنزا باترونا ما حلاش الشيخ الدبل ايوه ام قرقع فيا صراحه خرص لا 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 هو لا هو اسعد اسعد جيت 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 ايوه كفتح الشتاء الصوت ديال الشتاء والجو واعر واعر والله الا واعر الناس باقي كيتزادوا والكامبينغ عامر بالناس حنايا غنجلسو هنا لداخل نشربوا القهوة ديالنا على من يكون الجو زوين ونخرجوا نديروا العشاء ان شاء الله سالينا واكتشفنا بزاف ديال البلايص ودابا حنا مريحين البلاصة ديالنا بالكاتو في الليلة الثانية في الرحلة ديالنا تعرفنا على جوج ديال الهولنديين واحد الدري وصاحبته في الأول كيصحاب ليهم حنايا من فرنسا ولكن من اللي تعرفوا علينا باللي حنايا من المغرب كلاو معنا الطاجين المغربي وكلاو معنا حتى الحلوى ديال المغرب وعجبهم الحال بزاف ولا احنا جمعنا الحوايج ديالنا وصل النهار الثالث في الرحلة ديالنا وصبح الحال الجو ديال الشتاء ولكن الليلة كاملة كطيح الشتاء الحمد لله المهم جمعنا الحوايج ديالنا الطنوبين عامرة المرة اللي جابتنا مسكينة هي اللي غترجعنا ميرسي بوكو هي اللي غترجعنا مسكينة انوار مشى يجمع لا كارت ديالو والدري الاخر مشى يخدم والحمد لله دوزنا واحد ثلاث ايام زوينه الصراحه والليله كامله كطيح الشتاء نعسنا في الصوت ديال الشتاء المهم نكملوا البلوك ان شاء الله في الطريق وانوار راه غيكون هنا غنمشيو عنده المهم دابا حطينا الحوايج ديالنا الطوموبيل ديالها هي لهيه الجرده كي دايره تبارك الله المهم حطينا الحوايج ديالنا كاملين دابا غنشرب القهوه هنا مع انوار ديك الساعه نمشي كنشكرهم بزاف بزاف هاد الناس الصراحه هذيك المره مسكينه وصلتني حتى لهنا المحطه ولا شكرا شكرا ليها بزاف بزاف دابا وصلت المحطة باش نمشي نشد الطريق صافي خلوني بوحدي كلشي هاد التران فاش غنمشي المحطة كاينة في وسط المدينة ديال دينونت وديك المرا مسكينة وصلتني حتى المحطة شكرا ليهم بزاف هاد الناس والله إلا الصراحة شكرا ليهم بزاف بزاف ما عندي كيفاش نشكرهم التعامل ديالهم زوينين الصراحة ديك المرا كيما قلت لكم العائلة ديال أنوار ولكن هي الأصل ديالها بنت دينونت الناس راه زوينين بزاف صراحة الاستقبال واحد الاستقبال في المدينة ديالهم كان زوين بزاف دتنا الكامبينغ جابتنا الكامبينغ مشينا مع أنوار ضلوا لينا القهوة مهم شكرا ليهم بزاف وكانت واحد الرحلة زوينة بزاف مهم دابا خليتهم كاملين هنايا أنا غنمشي لبروكسيل غنشد واحد جوج ساعات وشي حاجة حتى للدار يلا السلام عليكم انا شديت البلاصه ديالي التران باقي خاوي ولكن شويه غيمشي غيمشي مع 57 بقات له 7 دقائق
قتلوا 7 دقائق نشوفوا واش غيمشي في الوقت ديالو ولا لا، ولكن اكثر يمشي في الوقت ديالو. المهم كان والمدينة ما سخيتش منها، هاد المدينة كلها طبيعة، كلها طبيعة صراحة. البلاصة نسيك في البلاصة، ديك الكامبينغ راه بعيد، كنمشيو بالطوموبيل. بزاف ديال الناس اللي سولوني، ولكن غنخليكم سميتو باش بنادم اللي يقدر يمشي تما غيمشي ان شاء الله. بزاف ديال الناس سولوني في انستغرام، حيت حطيت لي ستوري في انستغرام. المهم الناس اللي سولوني سيفط ليهم لوكاليزاسيون، ولكن الناس اللي غيشوفوا من بعد غنخلي لي ستوري ديال ديانوت في انستغرام تسجلي. اي واحد غيدخل انستغرام غيشوف لي ستوري ديال ديانوت وغيتفرج الرحله وغيلقى لوكاليزاسيون تما ان شاء الله. الحمد لله وصلت للمحطة الأولى باش نبدل التران، حيت هذا غيمشي لواحد الاتجاه آخر. أنا غنزل نطلع فوق نمشي لواحد آخر باش يوصلنا للبلاصة ديالي إن شاء الله، غيوصلنا لبروكسل إن شاء الله. مبقى والو، مبقى والو إن شاء الله، مبقى واحد شوية وصافي. أنا حاليا وصلت للمحطة اللي قريبة للدار ديالنا، هي تبارك الله كبيرة كبيرة بزاف. المهم ديجا راكم شفتوها معايا في ستوري الناس القدامي. ضربت 2 ساعات من بروكسيل إلى مدينة دينانت، ولكن ما حسيتش بها بحال إلا دوزت 10 دقائق، لأن الطريق كله طبيعة وكله الخضرية، ما غتقنطش في الطريق والطريق زوين. وشكرا لكم بزاف بزاف، وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. ما تنساوش ابوني، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ومع العائله. شكرا لكم بزاف، باي باي.